فقد كشف تقرير صحفي عن كواليس سير مفاوضات ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي. وبحسب صحيفة تيليغراف البريطانية، فإن المفاوضات بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وفايز العمار والدة ووكيلة مبابي ليست على ما يرام. وأوضحت الصحيفة أن هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر بين بيريز ومبابي، ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن. وفي ذات السياق، أشارت الصحيفة إلى تدخل خوسي أنخيل سانشيز المدير التنفيذي لريال مدريد من أجل إنقاذ الصفقة. وأضافت الصحيفة أن هناك علاقة طيبة تجمع فايز الأعمار وسانشيز، وهناك تقارب كبير في وجهات النظر. ومن المقرر أن يتولى سانشيز ملف إنهاء صفقة مبابي بدلا من فلورنتينو بيريز. وبالانتقال إلى ألمانيا، فقد بات نادي لايبزيغ مهددا بفقدان مدافعه بالمجان من خلال الرحيل في صفقة انتقال حرف الصيف، بعدما لم يلبي اللاعب رغبة النادي في تحديد مصيره مع بداية العام الجديد. وينتهي عقد لوكاس كلوسترمان في الصيف المقبل، وجهز لايبزيغ عقدا منذ أكثر من شهر من أجل تمديد تعاقده مع طلب من المدير الرياضي روفن شرودر بأن يتخذ قراره مع بداية العام الجديد.